يستمر العدو الإسرائيلي بسياسة الاستفزاز لأهالي القرى الحدودية، لا سيما المسيحية منها والسنية. آخر ما فعله اليوم هو قيام طائرة مسيرة بإلقاء مناشير صباح اليوم الجمعة، محذرا من وجود مقاتلين للحزب في المناطق المدنية عند الحدود. فماذا قصد جيش العدو بهذه الحركة؟ وما هي خطته الجديدة؟ بدون أدنى شك أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل أو يعيش على الفتنة التي يمكن أن يخلقها داخل البيئة اللبنانية عامة، والبيئة القريبة أو البيئة التي تتعارض مع حزب الله سياسيا لتحولها إلى بيئة فتنوية. وهذا يعني هذا هو السيناريو الذي يحاول أن يقدمه الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة. أهم ما جاء في المناشير التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهواتف اللبنانيين هو زعم الكيان استغلال الحزب الفرصة للتسلل في بيوت أراضي محيط عمل ورزق أهالي القرية للعمل ضد ما وصفها دولة إسرائيل. أما الصحفي علي شعيب فنشر على حسابه عبر تويتر منشورا وصف العدو بالثعلب المنكسر الذي أتى متعلقا بأوهام آخرها سراب، وأكد أن كفرشوبة هي أم المقاومة وأبوها وتاريخها الحافل بالصلابة والتضحيات شاهد على ذلك. بدورها ردت بلدية كفرشوبة ببيان ناري على الكيان، محذرة العدو من الاعتداء على المدنيين المسالمين، وطالب الحكومة اللبنانية والدولة التي لديها قوات في اليونيفيل التدخل للجم النوايا العدوانية التي يمهد لها العدو بحق كفرشوبة وأبنائها. فإن هناك التفاف شعبي كبير لبناني وغير لبناني حول ما يقوم به حزب الله، وكلنا رأينا كيف التف السنة في لبنان والكثير من المسيحيين والكثير من الدروز، وبطبيعة الحال البيئة الطبيعية والعقائدية والأيديولوجية للمقاومة حول هذه الأفعال. كل ما يحاول الإسرائيلي أن يفعله هو شق الصف الواحد في داخل البيئة المساندة للمقاومة أو داخل البيئة نفسها للمقاومة. جيش العدو حرض الأهالي في قرية كفرشوبة على وقف ما سماه بالنشاط الخارج عن القانون من أجل سلامتهم وتوخي الحذر، وختم أن التستر على الحزب في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي وهذا ما يلحق الضرر بهم وفق تعبيره. المناشير التي رميت وغيرها من الأساليب التي تعتمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة إظهار الفتن والتباين داخل الصف اللبناني المساند للمقاومة كلها باءت بالفشل، لأن المجتمع اللبناني بشكل عام يؤمن بالمقاومة. المعارضة السياسية معارضة مشروعة طالما أنها لا تخدم العدو الإسرائيلي.